واضح أن الرد الأمريكي قد بدأ على الأقل من خلال التعبير عن القلق الذي قاله السيد كيربي، الجنرال كيربي، هو أن هذه التقارير واضح أنها مرصودة من الجانب الأمريكي، مرصودة من الناتو، كانت متوقعة، وفي كثير من الأحيان كان يتم إرسال إشارات محددة بأنها بمثابة خطوط حمراء، بمعنى الصواريخ الباليستية من الخطوط الحمراء، الدرونز كانت من الخطوط الحمراء لكن تراجعت إن كانت العمليات متفرقة. الآن نتحدث عن مصنع لإنتاج هذه الدرونات، هذا الشيء يعتبر تحدي روسي في المقام الأول وإيراني في المقام الثاني. الآن الإدارة الأمريكية تمتلك أدوات كثيرة، من الواضح أنها غير راغبة بالسماح بأي فرصة للتصعيد بأن تصل إلى مرحلة الصدام العسكري المباشر، ولكن بمجرد سماح، ما قيل أنه سماح البنتاغون للجيش الأوكراني باستهداف العمق الروسي، وخاصة الاستهداف النوعي، هذا الاستهداف النوعي لا يمكن أتم بدون تقديم معلومات استخبارية عبر أقمار صناعية متطورة جدا. هذه الأقمار متوفرة فقط لدى الأطلسي. هل هذه المعلومات تم تقديمها من الاستخبارات العسكرية الأمريكية فقط، أم أن بريطانيا هي من تقوم وتتولى هذه المسائل، إضافة إلى العامل الذي يخشى منه الجميع، هو أن تقوم أطراف معينة سواء أوكرانية أو روسية غير منضبطة بتفجير قنبلة قذرة واتهام كل طرف للطرف الآخر. قيل حتى على لسان المستشار الألماني بأنه هناك تراجع وصل إلى حد امتناع روسيا عن ذكر التهديدات النووية، ولكن مرة أخرى الرئيس بوتين ذكر وفرق بين القنبلة النووية والأسلحة التكتيكية النووية، وكأنه يقول مرة أخرى بأن الأمر وارد. الآن الصمت الروسي إلى حد ما على هذه التقارير الواردة من استهداف الداخل بعمليات، هذه عمليات تخريبية، يعني تخريبية سابوتاج وور، لا أعني أي معنى سياسي بتأييد أو بإدانة، بقدر ما التعريف العلمي سابوتاج، هذا هو العمل التخريبي الذي دائما تقوم به أجهزة الاستخبارات، إما من خلال عملاء موجودين على الأرض أو من خلال اختراقات كما حدث بتفجير جسر القرم، وتبين أن الاستخبارات الأوكرانية هي التي كانت ضالعة في هذه الأمور على الأقل من وجهة نظر الروسية. هذا الاستهداف يشير إلى أن الرد الروسي قادم. الآن تم استهداف البنية التحتية بشكل مؤلم في كييف، عاشت في ظلام دامس، تقترب الآن من إحنا على أقل من 10 أيام من بدء الموسم الشتوي، والبرد القارس هذا الذي دائما كان حليف الروس القيصرية والسوفيتية والروس حاليا. فهل الانتظار الروسي سيكون إلى حد تفادي توجيه ضربة والضغط يبدأ اقتصاديا من الداخل على القادة الأوكرانيين، أم أن المحاولات الأمريكية المتكررة هي بمجرد رسائل لموسكو بالابتعاد عن التحالف مع طهران؟ وهذا الموضوع أعتقد أنه لن يجدي نفعا، لأن الأمور من الناحية العملية تجاوزت ذلك بمراحل متقدمة جداً.